سلام بنات، اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كل شيء مزيان، هانيين مهنيين. المهم هذا النهار الثاني عندنا في ليسبوا البرتغال. راه درت جوج فيديوهات، هذا هو الثالث. غادي نوريكم البلاصه اللي جينا ليها، وهذا الشيء باش تجيكم نتوما سهله، بحال الناس اللي باغيين يسافروا ويجيو لهاد البلاصه. ما عليك غير تشوفي الفيديو هذا والاخر والاخر اللي باقا ما حطيتهمش، ولكن غنحطهم لكم، خصي غير الوقت. هاد البلاصه جينا ليها هنايا، جينا في الترامواي. شوفوا هذا التران، صبروا. جينا في الترامواي، جينا في المترو من لوطيل فين كاينين البلاصه اللي حنا فيها، انخولا المهم ما عقلتش هذيك البلاصه، وخدينا الترامواي جابنا لهاد البلاصه سميتها بيلين. يمكن زوين هنا، واد كبير بحال البحر، كيجيو لهنا الناس كيشوفوا كيتمنظروا كيبدلوا الجو، وزوينه. دابا غنطلعوا في القنطره باش نقطعوها نتوما، غنطلعوا في القنطره باش نقطعوا الجهه الاخرى. خليكم معايا المهم باش تكتشفوا هذه البلاصه اللي غنوريكم ان شاء الله، خليكم معايا. ايوا وصلنا للبلايصه البنات، شوفوا الدنيا عامره مزال داكشي، شوفوا ديكم نقربكم شويه من واد ولا بحر ولا شي يقولوا ليه. وهادو راه مشاو خلاوني بوحدي، والله ما عرفت فين زادوا وانا بوحدي، ما عرفتش تنسالي ونعيط لهم. بغيت نشوف شي صقع منهم، ما بالي تصقع. انتم شوفوا لي اختي مع الجو مع الماء مع المنظر مع شوفوا. اوه بريسيوسو يخا بريسيوسو. هذيك ريستورانتي شوفوا عندهم واحد اناناس كيعصروه ولا ما نعرف، يمكن معروفين به، كيعطوك وقيلا بحال العصير كتشربيه. شفتو ايوا خواتاتي العزازات، ساريتكم معايا وتسارينا كاملين. شوفوا لي هاد الهليكوبتر طاحت واقيلا في هاد البلاصه وخلاوها، غتكون عطاحت وخلاوها، قالوا راه نحطوها تذكار. راه واحد الراجل قال تسمى مقرد مسكين عب وحده. ايوا الصراحه البلاد غزاله، هاد البلاد هادي عجبتني انا، يعني من البلدان اللي نقدر نسافر ليها وما نملش، فهمتوا؟ بانت لي فشكال الناس ديالها شعبيين، اللي صادفت انا بعدا ظريفين وعيضحكوا، ما فيهمش العنصريه. يصدمني فيهم داك التحمزيز كيشوفوا وحده دايره الزيف، ما فيهمش داك هكا يبقاو يشوفوا فيك حيت دايره الزيف. ايوا هنا اختي هذا غادي بالناس، ما عرفت في غادي بيهم، والدنيا غزاله اختي، والماء يدي الماء، والناس مفوجه مع راسها وبالليرج طايره في السماء، والجو زين. ايوا ما نقولكش اختي الحبيبه، ما نقولكش والله العظيم.
هذه بلاصه الباطوات ولا شي الفلوكات ولا شي يقولوا وقيله تيكريهم، وقيله هي اللي شفنا غادي بالناس بزاف. يمكن هادو تيتكراو 100% كيكريهم كيتساروا بهم الناس تما. وزوينه الدنيا زوين هذاك واد ولا بحر ولا ما عرفت شنو هو هذاك، والله ما عرفت. راه قلت لكم السميه في الاول. شوفي لي اختي هذا الوطيل، هذا شوفوا واعر واعر، دايرين في هاد الكليسات مع هاد الشوفه. شوفي اختي، او بريسيوسو بريسيوسو، كي بونيتو. كتنقط الشتا بحق بنادم عايش، واخا الشتي هو بنادم عايش، فهمتوا يعني بنادم غادي جاي الدنيا عامره. شوفوا هذا الطيل، هذا واعر الطيل. الا كانت العاقه كانت كان الاورو ممكن تجي هنايا على حسب الامكانيات. انا ما جيتش ليه ولكن صورته لكم، شتي واخا ما جيتش ليه انا صورته لكم. هذا مكان بغيتو تشوفوا الطيل اللي مشيت ليه، شوفوا اختي الفيديو اللي حطيت، غتشوفوا الطيل بالتفاصيل بكل شيء. وانا شاركت معكم غير البلايصات، وريتكم بلاصه فين مشيت وعاوتاني هاد البلايصه، وانتم باش تشوفوا تجيو مقصدين اللي عجبكم هاد المنظر اللي وريتكم. كنتو من عشاق هاد الشوفات هادو، عالشوفه اختي منو ترد الروح تشمي الهواء نقيه والعصافير وتزقزق ولا معرفت شناهي هذيك، اش كيقولوا لي هذاك البط ولا الوز ولا النعام ولا هذاك باللارج وقيله، ولا اش كيقولوا لي هذاك اللي كيدير ويط ويط هذاك، تا هو تسمعيه شوفي المناظر تكتشفي الوقت. ايوا صافي هذا مكان انت اختي، وانا بلا مضل بلا والو شاده التليفون كنصور. ايوا هذه هي الحياه، سمعي الصوت الهدير ديال التران حتى هو. هذا مكان واش دينا الطريق. هاد البلاصه كلها راه قريبه لهذيك البلاصه اللي مشينا لها في الاول، كبيره وهادشي اللي فيها بحال هاد الجرده كبيره، وكاين هذيك المعلمه ولا شي يقولوا ليها كيزوروها، كاين هذيك واقيله كليسيا اللي مقابله معنا هنا، زكريا كيصور في اختي هنا، جينا نتصوروا ناخذوا التذكار باش يبقى لينا ديما. ايوا وانا زدت شويه هو في الدروج، كنت غنزلق مع غدا وكنصور، كنت غنزلق مع الارض سارد عبتي الشتاوات ما نقول لكمش، الشتا خايط من السما تبارك الله، عطات لقينا الشتا والدنيا زينه اختي، الدنيا زينه تشوفيها بعويناتك، تسرحي عويناتك هكا راه يقوي لك النظر اختي ويرشق لك النفس. انا عزيز عليا اختي نسافر، عزيز عليا خاصني هالفلوس اللي خلي البوارت ما يورت. ايوا جيتي اختي نعاود لكم قصه هاد البطات ولا وزات ولا شي يقولوا، نقول لي انتم واش بطه ولا وزه ما نعرف، كيتغلطوا ليا. كانوا ثلاثه يا اختي، ثلاثه الصحابات. ايوا شوفي تلاقاو على وحده، جوجات تلاقاو على هذيك وقيله اللي مشات، ها انت خلاوها وزادوا. شتي الصحبه كي دايره؟ ايوا اش فيها لا تصاحبنا ثلاثه؟ عقولي ليا الا بقينا ثلاثه صحابات اش فيها؟ هذه راه كاينه حتى في بنو ادم، مني كيكونوا جوج كيكون نقاش، مني كتزاد الثالث كتولي الكرنه، فهمتوا؟ ايوا علاش تي صاحبتك وانا ما صاحبتيش، وما خاصش ما خاص صاحبتك تصاحب مع صاحبتك الاخرى، يا كاينه متفقين معايا. وهذا الشيء اللي طاري شفت في هذه القصه ديال هاد الوزات، تحازوا بجوجات وخلاو هذيك مسكينه وتا هي نفسها حاره. شوفوا ها نفسها حاره خلاتهم متسوق هكاك، نبغيك ديري نفس ديري نفس، اللي خلاك خليه، اللي درقك بخيط درقيه بحيط، هكاك شتي نفسها كي دايره، خلاتهم ومشات بوحدها ومالها. ولا بقيتي بوحدك شغي ترى غتموتي، ربي اللي يكون معاك، طلبي الله يكون معاك، البشر ما دمي يزيدك. ها انت شتي وهاي شتي، بقات تعيات راه تفرقت عليها هذيك القويرحه، راه هي اللي بقات هذيك هي القويرحه.
موضوع موضوع. وجينا نشوف هذه ديال باتيسري، هذا خاص بواحد اللعيبه كيبيعوها، راه غادي نوريها لكم دابا. شوفوا الزحامات هذه معروفه هنايا في لسبوع، راه حنا شادين الصف اختي وبنتها وولدي، حنا شادين الصف على هذا الشيء اللي كتشوف من 1837، وهما كاينين هادو معترفين بها، كيصايبوها بروفيسيونال، زعما هما اللي كاينين، عندهم محلات اخرين. ولذيذه لذيذه، هذيك راه كاينه حتى هنايا، راه كتباع. عطاونا السكر كلاصي والقرفه كدردري عليها، راه هي غنوريها لكم دابا، هي هذه ولذيذه يا البنات. هذا اوخال ضريب كريم باتيسيير وكيحرقوه، ولا ما عرفت شنو، لذيذه اختي، زوينه بزاف. ودابا اختي راجعين بحالنا في الترامواي، غادي نمشيو نقلبوا على فين. شوفوا راه سدوا دابا مع الخمسه، غادي يسدوا راه حيت العيد ديالهم راكم عارفين. حنا ما عاد فين غيعوق علينا الديب ملي يسدوا، حنا غادي في الله شادين الترامواي وغادي نمشيو بعدا نتغداو. وهاديك الساعه انا معاكم تنشوفوا فين غيعوق علينا الديب. ايوا يا اختي كنا جالسين ما علينا ما بينا، ودوا معنا الشيفور ديال الترام وما عرفناش، قال حنا بحال بدوية في باريس، بالينا بنادم ما وداودنا كاملين. ودابا خدينا المترو باش شي باش مزيان ديروا لاكارت ديال النهار كامل، غادي تستافدوا منا، تخرجوا من هنا تدوزوا لهاد الجهه وصافي. هودنا يعني السينيفيكا راه قال لنا هودوا، هادشي اللي فهمنا صافي. ودابا غادي ناخذوا واحد البارادا باش غنوصلوا، ما عاد في غادي. المهم ثم معايا. ايوا اختي شكون بحالكم، درت لكم الرباخه ديال الطاليان، دابا درت لكم ديال البرتغال، وما لقينا خير اختي، ما لقينا خير والله، ما عرفنا كي نديرو، واش نتعاطاو مع ولد الشينويه عاد نطلعو، ما فهمنا والو في هذا اليوتيوب هذا. فهمنا والو، راه نعرف نتعاطى والله، ما يقد عليا واحد في المعاطي. وقولوا بارطاجيوني لولد الشينويه، قولوا لي راه عيرتك صابرينا في اوروبا، خليني نتعاطى انا وياه باش يلا نطلعوا على وعاسه، حيت ما بان لينا طلوع، جايبين 8 سنين وحنا نكافحوا، وتقول او تقول هو وقيلا خاصنا نتعاطاو اختي باش نطلعوا على التمار اللي كنضربوا، راه نطلعوا اختي اللي كانت عند تعاطاو، نطلعوا نتعاطاو يلا، اللي بغات نقدوا ليها يلا. بغات شي وحده تجي نتناقد انا وياها يلا، باش يلا نطلعوا كاملين. ايوا انتم اختي الرباخه ديال اتشي ايمي، هادشي راه يلا سجلت لكم البنات، راه في راس العام هادشي، يلا عاد ساليت باش نكمل لكم التتمه الاخر ديال هذا هو الاخر الفيديو ديال السفر ديالي، اخر فيديو. شوفي لي اختي، شوفي الحلويات يشهيو يا اختي، يشهيو. ها انت اختي حلوه الغراف بشكل جديد، بحله جديده، شاده الدبلوم. شاده الدبلوم اختي. ايوا ها انت اختي الحبيبه، شوفي الحلويات. ايوا واحد الملوغمه، بغيتك تكوني قدامي اختي والله العظيم، على حساب داك القلب الحاقد اللي عندك والله العظيم. اش نقول لك، ما غيقدنيش الفيديو، خاصني ندير لك فيديو على قبلك باش يلا نوريك. غنولي انا هي بنت الشينويه، هنا جينا تعشينا البنات، السرديل والسردين وشلاضه واللعيبات. هنايا هذه اختي ولدي خدا هذاك الباكالاو، هما معروفين بالباكالاو، لذيذه البنات لذيذ. بنت اختي تا هي خدات هذا الحوت، ما عرفتش شنو هو سميتو، بالخضيره، داك الشيء ديال بحال طياب الدار. هذا تا هو الباكالاو، كل واحد اش خدا. ايوا هنا حنا راه غدا وعشا مخلطه. ايوا البنات شوفوا دابا حنا غادي نفحالنا، حنا يلاه تغدينا غادي نفحالنا، قولي غدا وعشا حيت ما تعطلنا بقينا كندورو، وقولي يلاه سته وهانتوما. شوفوا الوقت الضوء، الحال بحال زعما العشره ولا ما عرفت شحال الساعه. وهاد الشارع دابا كيحبسوا فيه، ما عرفت شنو كيديروا، شي حد كيدوز ولا ما نعرف شنو هذاك العجب. ايوا صافي هادشي اللي كاين البنات، غادي نشوف حالنا دابا للدار. أوه هانتوما معانا الوطيل زعما.